السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، وأسعد الله مساءكم بكل خير. هام وعاجل، تدشين العمل بأول جسر بحري بين السعودية والحوثيين. وإلى التفاصيل. دشنت صنعاء اليوم الثلاثاء العمل بأول جسر بحري مع السعودية لأول مرة منذ 20 عاما، وأظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشدون على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة رسم باخرة خاصة بنقل المنتجات الزراعية. والجسر الجديد يربط ميناء الحديدة غرب اليمن بميناء جيزان السعودي على البحر الأحمر. ويظهر في المقطع مسؤولون في ميناء الحديدة يتحدثون بأن الخطوة تعد الأولى منذ 20 عاما، وستقوم الباخرة بنقل حاويات منتجات زراعية إلى السعودية، وسيمكن الجسر المزارعين من تسويق منتجاتهم في الأسواق الخليجية. وتعد الخطوة تطورا لافتا في ملف العلاقات بين صنعاء والرياض، خصوصا وأنها تأتي بعد سنوات على حظر الرياض تصدير المنتجات الزراعية إلى خارج اليمن. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.